فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صفات المشفوع له الذي يرضى الله عنه، وما صفات الشافع الذي يأذن الله له في الشفاعة؟ صفاته من المشفوع، صفاته من المؤمنين، ولو كان عنده شيء يستحق به أن يعذب. أي صفاته؟ يعتبر من عصاة الموحدين. والشافع أن يكون من عباد الله، من عباد الله الصالحين، إما الملائكة وإما الرسل وإما عباد الله الصالحين من غيرهم. نعم.